السلام عليكم اخوان، بخير هنيك وش بخير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما وعدكم كل سبت ان شاء الله مع الكونسيبت الجديد لنا ديال باش تبدا مع الاخ العزيز والشديد ديالنا سي انس اللي دابا غيلتحق بينا دابا ان شاء الله. انس اللي ما كيعرفوش بزاف الناس من الناس الشداد تبارك الله واللي خدامين مزيان في الدومين اي كوميرس وعنده بزاف ديال النجاحات بزاف الدومينات. غنحاولوا يلتحق بينا، نتمنوا الدراري بارطاجيو هذا اللايف اللي غيكون معانا معلومات عامر ديال بصح. نجيب لكم واحد الدري تبارك الله اللي ونقيق الدري تبارك الله زويون وتشوفوا كل شيء عليكم ان شاء الله. نتمنوا يكون خير. مرحبا سي انس، الله يبارك فيك مع الكبير هذا. ها الكبير هذا خويا انس، انس فاهم. مرحبا بك، مرحبا بك عدي. الله يبارك فيك سي هزار، الله يحفظك اخويا. يعني كنقبل الدعوه ديالك باش ما طيب شكرا اخويا. مع الكبير هذا مرحبا مرحبا. نتسناو الدراري يكثروا شويه وغنبداو ان شاء الله باذن الله. مرحبا مرحبا اخويا انس، مع الكبير. نورتينا اخويا انس، نورتينا الله يجزاك نورتينا. الله يبارك فيك. احنا كنكونوا فرحانين ملي كنديروا شي حاجه يعني مع السي هزار، سيرتو كنشوفوا كيفاش يعني كيدير بزاف ديال المحاولات، كيجيب بزاف ديال الدراري باش يقد يعاون الشباب المغربي باش يدخل لهذا المجال، وهادشي زوين بزاف. وكيتضح ان السي هزار يعني كيبغي يعاون الشباب وكيبغي الناس يعني يشوف نجاحات ويحيط راسو بالناس ناجحين، وهادشي كيبشر بالخير وكيبشر بواحد يعني واحد المستقبل زاهر للمغاربه ان شاء الله، سورتو مع هاد لي شونجمون الاخرين اللي كاينين دابا في المغرب والتحديات الجداد اللي كيتسناو بلادنا، ويعني مجموعه التغييرات اللي حنا المغاربه غادي نحاولوا نديروهم باش نزيدوا بلادنا لقدام ان شاء الله. الحمله الانتخابيه الجديده اللي دازت مزيان في المغرب الى غير ذلك. الله يحفظك اخويا انس، الله يحفظك. كبر بك اخويا انس. الناس اللي ما كيعرفوش انس، عرف براسك اخويا انس، شكون هو انس وامتى بدا الاي كوميرس وباش بدا الاي كوميرس وامتى؟ داكوغ، دونك حنا القصه ديالي مع هاد الدومين ديال ماركتينغ ديجيتال وديال الاي كوميرس كترجع تقريبا هادشي بقوه ما دازو سنين بزاف، كتنسى العام فاش بديتي اكزاكتومون الخدمه. ما ديك الساعه جو بونس تقريبا واحد 9 سنين. تسع سنين ديك الساعه كنت مازال كنقرا في البروميير اني باك. لكن كانوا البدايات وبدينا بحال اي شخص يعني بدا صغير وبدا بواحد الحلم، بدا بواحد يعني ان غيف، واحد دريم. وصراحه في ديك الوقت بدينا وما عارفين شنو هو الدومين، ما لقيناش ناس اللي يوريونا ولا اللي يرشدونا، وكنا غير كنتعلموا راسنا، كنطيحوا كنطلعوا في الدرجه الاولى الثانيه الثالثه، وبقينا بشويه بشويه والحمد لله قدينا نديروا يعني الشركه ديالنا في العمر 18 سنه في 18 ans. قدينا نكبروا ليكيب ديالنا وننفيستيو سواء في الديجيتال ماركتينغ سواء في دي دومين ديال يعني في الفيزيك، والحمد لله الحمد لله. تبارك الله. انس ايضا بدا كنعرف على اي دومين دخلتي لي كتحقق واحد اللمسه ديالك، ماشي لان كنعرف تبارك الله راه في اي حبيتي يعني شي حاجه كتوصل ليها، ماشي لان تبارك الله لما مسكاوش السي انس راه المهم راه من الناس اللي قدام واللي تبارك الله اللي بدا البرانديك ماشي برانديك برودكت ولكن برانديك ستور جينيرال. ممكن عندها بزاف الناس اتجهوا تلقى ديال البرانديك كي برانديك برودوي. انت ديك الساعه انا كنعرفك بالبراند ديال ستور، كيفاش تلقى ديال البرانديك؟ عندها بزاف الناس كيتجهوا غير براند 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 برودوي ولا جوج. لا انت استعد بعمر كامل راه كارجع للستور ديالك ولا براند بالثمن مرتاح. يعني هذا سؤال مهم. الصراحه كنا خدمنا بالطريقه ديال البراندين ديال ستور جينيرال. علاش؟ باش كنقدو نبيعو لي برودكتس ديالنا بواحد الثمن اللي هو مرتفع. كيف ما كتعرف اليوم يعني في لو مارشي ماروكان سورتو كاينه المنافسه بزاف، كاينه لا كونكورونس. دوكو كتلقى شي يعني بعض الاشخاص كيبيعوا بواحد الاثمنه
اللي الا داز واحد جوج سيمانات ولا داروا الكونطابيليتي ديالهم وداروا الحساب ديالهم غيلقاو راسهم بحال ما كيدوروا في بلاصتهم. وهذا واحد المشكل اللي كيعانيو منه العديد من الشباب في هذا الميدان. دوكو حنا اش درنا باش نقضيو على المنافسه؟ براندينا واحد لو ستور جينيرال اللي خلى الويب سايت ديالنا كتبان عنده لافالور طالعه، واللي خلانا نقدروا نبيعوا لي برودوي ديالنا بثمن غالي على الناس باش نقدروا نبقاو رابحين بارابور الكود غوفيان، يعني الكوست اوف ذا برودكت ديالنا، وديما نكونوا كنربحوا. دونك هذا هو هذا الشيء فاش كيربحك الا درتي البراندين لواحد لو ستور جينيرال سورتو في برودكت تشاينا، دو كو سي هازار يعني كيبيع البرودكت تشاينا. دونك الناس اللي كيتعاملوا معاه واللي كيخدموا في برودكت تشاينا راه من الاحسن لان ان برودوي واخا ستان برودوي شينو تحاولوا تبرانديو السيت ديالكم. انا ما كنقولش لكم برانديو لو برودوي باسكو داك الا وليتي كتبراندي البروداكت راه ولينا كندويو على البراندين على لو فري براندين، يعني راس وليتي كتدوي على واحد البراندين ديال بصح اللي داخلين فيه بزاف ديال الحيتيات بحال ليدونتيتي فيزوال ديال لا مارك، لي كولور اللي كتخدم عليهم، كيفاش دير لا كومونيكاسيون ديال لو برودوي، كيفاش تخلي البراند ديالك تكون يعقلوا عليها الناس، كيفاش يكون عندك الريتورنين بايرز، يعني الناس يشريو من عندك يعاودوا يشريو ويدويو مع الناس اللي معاهم. كاين فيها الانباوند ماركتينغ، يعني الانباوند ماركتينغ هو واحد الماركتينغ اللي ماشي الماركتينغ اللي كنخلصوه باش نجيبوا الترافيك ولا شي حاجه، مي الانباوند ماركتينغ هو اللي كنخليوه كيمشي بالبوشا اوغي البوشا اوغي، يعني واحد كيقولها لواحد واحد يبغي واحد. يعني القضيه انت دابا حاليا ديستيم برودوي شينا وليتي دخلتي البراند ودخلتي تبارك الله حتى في دول الخليج، من دول الخليج دوزتي دول افريك تبارك الله، هادشي كذا مراحل بزاف بزاف. الناس كيسولوا كيفاش يقاد الانسان هذا بزنس كامل وي 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 يجري هادشي كامل، كيفاش كتجيرها فهمتي؟ كيف كتكبر البيزنس ملي كتكون صغير كتبقى كتكبروا كتجيري كامل داك البيزنس كامل، وخا يكون مشيت بزاف ديال الدول في المغرب في افريك في اسيا. يعني باش نكونوا واضحين، يعني الامور ما نصعبوهاش بزاف، يعني الامور بسيطه، الامور بسيطه سورتو ملي كندويو على بزاف الدول. كيف ما كتعرفوا راه كيكونوا دي برودوي اللي كيكونوا خدامين بزاف الدول، جون حنا كنصوبوا الكونتوني باغ اكزومبل بالفرونسي بالنسبه للبلدان اللي كيديو بالفرونسي، بلونغلي بالنسبه للدول اللي كيديو بلونغلي، بالعربيه بالنسبه للدول اللي كيديو بالعربيه. سينو في لاندين بيج ديالنا راه كيكونوا يعني التصاور هما الا كانوا نفس التصاور، دونك كنقوموا غير بعمليه الترجمه في ليكيب ديالنا. وعندنا يعني الميديا بايرز اللي كيطلقوا الادس، الادس سي با غون شوز، يعني الناس ما كنظنش باللي الناس في 2021 باقي كيلقاو مشكل يعني في لا بوبليسيتي تو زعما بهاد الكونتوني اللي كاين موجود سوغ انترنيت اي تو. وكيف ما كتعرف كل واحد في ليكيب ديالنا راه كيكون مكلف بواحد المارشي معين، وكل واحد كاين اللي مكلف بالبروداكت ريسيرش باش يلقى يعني البروداكت اللي نقدروا نخدموا عليه، كنحسبوا الكود غوفيان ديالنا، وكاين اللي مكلف كيف ما قلت لك بلا فور لانشين ادز، يعني باش الناس اللي كيطلقوا لا بوبليسيتي في لا ديفيرون بلاتفورم. لحن دابا بزاف الناس اللي كيسولوا دابا حاليا كيسولوا كيفاش ندخل الاس، كيف دابا بحال اللي العائق باش كيخليش انسان يخدم هو الاس، فهمتي كيفاش؟ دابا غير المشكل كيبان لنا الاس غير واحد الجزء من المشكل، لا كيبان لهم لا خاص كيفاش دير كيفاش تترك البطوله كيفاش تسكيل هذا هو المشكل. يعني كيبان لي ابغى تعلم الاس كيفاش تجيني لي كوموند كيفاش تجي لي كيف كيفاش تكبر البزنس هو اكبر مشكل. حنا دابا الاس قليل ما كاينش في يوتيوب، ما هذا الشيء ما كاينش كيجيو عليه بزاف. وي متفق معاك. دونك بالنسبه ملي كندويو على ليكيب وكيفاش سكيلي يعني من ناحيه التيم ديالك، هنا راه يعني الشخص اللي كيفكر هكا راه ما خصوش كاع يكون عنده مشاكل يعني في لا بوبليسيتي اي تو، خصو يكون بعدا قادر يجيب واحد لو نومبر ديال لي ليد. ملي كتكون قادر تجيب واحد لي نومبر ديال لي ليد، ديك الساعه كل واحد الطريقه ديالو كيفاش غادي يقاد التيم ديالو، سو من ناحيه الكول سنتر الا كانوا الناس كيديروا الكاش اون ديليفري، سو من ناحيه الكول سنتر، سو من ناحيه اللوجيستيك، سو من ناحيه الميديا بايرز ديالو. دونك الواحد ملي غيشوف مثلا فور اكزامبل يعني الميديا باين باش يقدر ديما الناس يسكيليو يجيو يعني برودوي جداد، بيان سور الشخص راه خصو في ليكيب ديالو واحد الانسان اللي كيقوم بعمليه برودكت ريسيرش. برودكت ريسيرش راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، راه كيعلم داك الشخص كيفاش غيدير برودكت ريسيرش. هذاك الشخص كيكون ملي كيدخل في الصباح كيكون ديما كيقلب على دي برودوي جداد في تشاينا او مع الفورنيسور ديالو بحال
بحال سي هازار كي يعني كيدوي معاه وكي وكيلقى يعني منتوجات جداد. ملي كيلقى منتوجات جداد داك اللي كيدير برودكت ريسيرش خصو يعطي هذوك لي برودوي الناس اللي كيكتبوا الكونتوني. الكونتوني اللي كنتو تعرفوا راه في الماركتينغ كيقول لك راه لو كونتوني الي غوا. علاش كنقولوا الي غوا؟ حيت تما في الكونتنت فين كاين الريتيرن اون انفستمنت، يعني الريتيرن اون انفستمنت ديما كيكون في لو كونتوني اللي كتكون. اللي درتي ان بون كونتوني، كونتوني اللي كيقنع الناس، راه بيان سور لا بوبليسيتي تقام عليك رخيصه اتسيتيرا اتسيتيرا. من غير الكونتوني خص يكون عندك في ليكيب ديالك ان ديزاينر اللي كيحول الافكار ديال الكونتوني كيحولهم لدي فيديو ودي زيماج. هنا سوا يكون عندك في ليكيب عندك، سوا تكون كتاوت سورس هذه القضيه. يعني الحمد لله في الدومين ديالنا ما كاينش المشكل في هذا الشيء، ممكن ليك الخدمه ديالك كلها تكون اوت سورس وتقدر تسكيلي. هادشي من ناحيه الميديا باين. من ناحيه الكول سنتر كيف ما كتعرفوا يعني بيان سور خص كيكونوا ناس اللي كيديروا اللي كي يل تريت لي كوموند، يعني طلبيات ديال الزبناء. خص يكون ان تيم ليدر اللي فوق منهم اللي كيشجعهم اللي كي اونكوراجيهم واللي كيتبع معاهم باش يوصلوا لوبجيكتيف اللي خصك توصل ليها. ابار سا راه كاين في الكاشون ديليفري جو بونس كاين لوجيستيك، خص يكون ان شيف دو لوجيستيك اللي كيقابل سوا ديليفري جايز اللي كانوا عندك سوا شركه الشحن اتسيتيرا اتسيتيرا. وبلا ما نساو لو كوتي ديال الكونتابيليتي، شي واحد اللي كيقاد لك اللي كيحسب لك الكاش فلو ديالك واي حاجه كتخصك. جو بونس عطيتش كوم هادشي بريفمون باسكو هذا واحد الموضوع كبير ديال التيم بروسيس وديال كيفاش تقاد كيفاش تكون واحد المجموعه وكيفاش تقدر تمانجيها. مي بالنسبه لي كنا كندوي على الدومين ديال كاش اون ديليفري اللي هو جو بونس لي لا كوميونيتي ديال سي هازار اللي كتعامل معاه، جو بونس كو هذا واحد الخلاصه ديال كيفاش تقدر دير واحد ليكيب ديالك باش تسكيلي. ولكن باش توصل لهذا النيفو راه ما خصناش نكذبوا على بعضياتنا، راه كيخصك واحد راس المال، خصك يكون عندك واحد لو كابيتال باش تقدر توصل لهذا الشيء. ماشي شي واحد يلاه بالغ يقدر يدير هذا الشيء، حيت كيكون واحد التضحيات ديال ممكن تريكروتي الناس وتصبر واحد 3 شهور ولا شهرين وانت مازال كتجيب البريك ايفن ديالك بما قديتي كاع لي زيتاب ديالك، سواء الكول سنتر سواء لوجيستيك سواء الميديا بايرز. ملي كندوي على الميديا بايرز كندوي على واحد الغوبيني كيخرج منه الماء. ملي كيخرج داك الماء خص الناس في الكول سنتر يتريتيو الماء يصفيوه. ملي كيتصفى الماء خص اللوجيستيك يديروا في قراعي الماء يسدوا عليه ويصيفطوه. بدل بدل الشرح اكزومبل واعر. لا تبارك الله، دابا باش انسان يوصل لهذا النيفو شحال من لي كوموند تقريبا خاص تكون في عنده في النهار باش يقدر زعما يدير هذا النيفو؟ انا كنظن بلي ابتداء من 200 ليد باغ جور ممكن توصل لهذا المستوى. ولكن كون اون بارل دو 200 ليد باغ جور كندوي على انك مقاد الاساسيات ديالك. الاساسيات يعني عارف تحسب الكودروفيان ديالك، يعني انت خارج يعني ب 99% عندك واحد لوغا ماشي كت ما كيحسبش لو بري ديالك ودوز شهر ولا شهرين وتلقى راسك ما كاينش. هي الحساب الحساب هو كل شيء. اكزاكتومون الحساب هو كل شيء. دابا اسمح لي خويا انس، بعض المرات كتلقى شي برودوي انا كنبيعو بواحد الثمن كتشوف الارت كتلقى واحد الثمن طايحه كتقول واه بزاف هاد السيد اش كيربح، فهمتي؟ راه فاهم ما فهمتش دابا واش كيلعب على العدد ولا كيلعب ما عرفتش علاش شنو ولا ما كتفهمش كيفاش كيدير لها. واش كتشجع بحالك كيطيح الثمن باش يبيع بزاف ولا خاص يكبر لا مارج، ولا كيفاش قايل المارج كيفاش كيدير في الطريقه مزيانه باش الانسان يطلع الراس من ديالو؟ حدا بزاف الدراري كيسولك يقول لك عندي 500 درهم باغي نبدا، عندي 10 درهم باغي باش نبدا. كل واحد عنده لي موان باش يبدا، ولكن كيفاش ديك راس المال ديالو مازال 10000 درهم كيفاش طلع؟ واش يزيد يبيع بالغلا ولا يطيح الثمن يخرج العدد ويبقى مدابس في الدوام؟ هو كيف ما قلت لك، هو في الحياه الناس كيديروا اختيارات وكل واحد شنو كيختار من بلاصه الطريق كيمشي لها. سواء كيختار الطريق سهله سواء كيختار الطريق صعيبه. الناس اللي كيهبطوا في الثمن وما كيكونوش حابسين الكودروفيان ديالهم، حنا كنقولوا كيهبط في الثمن راه خصني تفهموا حيت سي غولاتيف نسبي. الا كان كيهبط الثمن وداك الثمن نورمالمون الكوست ديال البروداكت والكوست ديال الادز وبزاف ديال لي كوست مجموعين وكتلقى مازال عنده واحد لا مارج بينيفيسير ديال 30% او لا 25%. هي المهمه 30% خاصها تكون. كنصح الدراري
30%. مثلا برودوي كيشري ب 200 درهم بقى سيربح فيه واحد 30%، تربح 30 درهم 35 درهم نعم تقريبا. لا 200 درهم إذا خصو شري يكون 200 درهم 200 درهم خصو يكون كيف ربح فيه خصو يكون ربح فيه تقريبا 60 درهم. ياك ليش شري 200 درهم؟ لا إذا كان شاريه إذا كان هو كيبيعه ب 200 درهم كيبيعوا 200 درهم خصو يكون ربح فيه 60 درهم. خسر 60 درهم. 60 درهم هنا إذا كان شي واحد كيبيع برودوي ب 200 درهم وكيربح فيه 10 دراهم ولا 15 10 درهم كل 20 فهمتيني، هنا خصو يكون متأكد باللي غيبقى يدور في واحد الرون بوان تاع هو. علاش؟ حيت كتلقى ما حاسبش لو ريسك ديال يقدر البرودوي يخسر ليه، يقدر البرودوي توضر ليه، يقدر البرودوي يخسر ليه لومبالاج ديالو، يقدر بزاف د الحوايج. دونك هو ملي ما يكونش حاسب هاد الشيء هنا كيطيح في الغلط. اش كيطرى ليه؟ كيبقى يدور في بلاصتو، كيضرب 3 سنين ولا 4 سنين مازال كيدور في بلاصتو، اضرب واحد العام اخرى يقول لك المغرب ما دار لينا والو، ما كاين ما يدار. تطيحوا لي ما دروا والو يعني. وهنا غادي يهبطوا المعنويات ديال الانسان. وكان اللي كنصح الواحد يحسب الكودروفيان ديالو مزيان، حيت حاجه واحده اللي كتكون هي كتبقى كتلعب هي الكوست ديال الادس. والكوست ديال الادس راه يعني في الواحد شنو خصو يفهم هو الكوست ديال الادس عنده علاقه بلو بري ديال البرودوي. حيت راه كاينين بعض الناس اللي كانوا عطاو واحد الامثله، يعني صراحه شفت واحد الكيس ستادي ديال واحد الصديق اللي دارها في الخليج وتبارك الله اللي انا كنحييه من هذا المنبر. فريمون يعني كيبيع يعني ان برودوي في الخليج وباعو ب 190 ريال سعودي، وكاينين شي ناس كيحسبوا لي بهذا لو بري راه ميمكنش تكون تربح، الوغ كو ممكن تربح الا كنتي يعني حاسب لي كوست ديالك مزيان وحاسب الكوست ديال الادس مزيان. حنا الناس اللي كنصحوهم اللي كيلقاه داير مثلا برودوي كيبيعو ب 140 درهم، كيبيعو ب 100 درهم، هذا راه ميمكنش يكون كيربح. وهذا الشيء علاش كتلقى عندهم واحد السميات وكتلقاه ما كيطولش، كتلقاه كيخدم سيمانه وكتلقى ديك السيمانه ما كيبقاش يبان لك. يعني ما كيطولش. وتقريبا في المغرب شحال تقريبا وصل الكورس؟ تقريبا شحال ما كيسولني جوجل الكورس اللي هي مطا، شحال تقريبا كيبان لك الكورس المغرب شحال كيوصل الموان ديالو؟ القضية دابا ديال الكوست عاوتاني كنكون راه نسبي. علاش نسبي؟ سا ديبون انت كيفاش قديت الكرياتيف ديالك. دابا انت كبيع وشراي وانت راك عارف تبارك الله عندك واحد لاباز دون ديال الكليون بزاف، واش ما كتلاحظش السي هازار بلي كاينين شي برودويات كتلقى خدام عليهم واحد السيد اكس، وكدوز الوقت كيجي السيد زاد، وداك السيد اكس كيكون مات ليه البرودوي كيجي السيد زاد وكيخدم فيه مزيان. كتلاحظ هادشي ولا ما كتلاحظهاش؟ بزاف. بزاف. والسؤال اللي كيسولني بزاف دايما كيقول لك يجي عندي اعطيني برودوي خدام، راه ما كاينش برودوي خدام، انت اللي كتخدمه. عشان كيما اللي قال اكزاكتومون راه هادشي اللي بغيت نوصل لك ليه. يعني هنا راه كيف ما قلت لكم راه سي تو كيستيون دو كرييتيف، يعني شحال من وعيتي في لا كريا ديالك، اتس كرييتيف جيم. سورتو ملي كندويو على السوشيال ميديا بلاتفورمز بحال الفيسبوك بحال سناب شات بحال تيك توك بحال اتسيتيرا، راه كندويو على اتس كرييتيف جيمز. يعني شحال ما كثرتي في الكرييتيفز شحال ما ممكن الكوست ديالك ينزل. سورتو ملي كتسبليت تيست، ملي كتسبليت تيست الكريا، شحال ما درتي بزاف ديال لي زاد كوبي شحال ما ممكن الكوست ديالك ينزل، لاقاش غطوشي بزاف ديال لي زونغل يعني في الماركتينغ ديالك. وحاليا المشاكل ديال السده ديال الفيسبوك، كنت على الفيسبوك على الكورس على بزاف الامور، القضيه ديال السده، شنو هو الحل اللي كيبان لك مناسب باش بنادم يتفادى السده؟ ولا الا تسد شنو هو الحل باش يتحل الفيسبوك؟ اغلب الاسئله السده 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 السده، وكتلقى كيفاش بدا تيك توك. هاد الاسئله بزاف اللي كيسولي الناس دي بزاف، اللي شاغل حال السده ديال الفيسبوك والترافيك ديال تيك توك كيفاش وصلوا ليه؟ داكور. دونك بالنسبه للستان ديال الفيسبوك، يعني باش نكون معكم واضح وصريح باش نقول لكم انا بالنسبه لينا حنا، بالنسبه للفيسبوك حنا كنشريو لي كونط، اون اشيت لي كونط، اون اشيت لي بيزنس مانجر، اوكي، وكنشريو لي بروفيل. هذه الطريقه باش كنعملو حنا. الا كانوا شي طرق وحدين اخرين اللي اقل تكلفه ما كنعرفهمش، مي حنا كنشريو دي بيزنس مانجر ب 100 دولار 150 دولار كيكونوا يعني فيريفيي بشركات اجنبيه، و اون اشات دي بروفيل تاع اجنبيين سوا دي لي زيتازوني دي لا فرانس اتسيتيرا اتسيتيرا.
دونك هذا هو يقدر ال... ديما كيكون عندنا الباك اب، دونك نخدموا بالباك اب سورتو الا كنتي تخدم على راك عارفين اشاك فوا ممكن يطرا شي مشكل، دونك ديما كيكون عندنا الباك اب موجود، ديما الباك اب موجود. ديما خاصك احتياط. يعني الواحد ما يبقاش يقول شنو هو الحل، راه كاين مشكل، المشكل عندك وما عندكش الباك اب، نهار يكون عندك الباك اب ما يبقاش عندك المشكل، هذا هو الحل. خطرين توجد سلاح. اكزاكتومون، والواحد عشان ينوع في السورس دو ترافيك ما يكونش خدام غير على السورس دو ترافيك وحده. الحمد لله دابا راه كاينين بزاف ديال السورس دو ترافيك اللي الناس كيقدروا يعملوا بهم، كما كتعرف الناس يقدروا يخدموا ب اش كيف لك في تيك توك يا ابو انس؟ كيف لك في تيك توك؟ تيك توك معيان ما خدامش. المغني لكن ويوتيوب. لا ام جاست كيدين، بالعكس تيك توك هو واحد لا بلاتفورم اللي جديده فيها لو كوست الكو ديال كيف ما كتعرفوا كاع كاع السوشيال بلاتفورمز كيخدموا بسيستم ديال البيدينغ، يعني شحال ما كانت لا كونكورونس شحال ما الكوست كيطلع ديال سي بي ام ديال الكو ديال لي زامبريسيون، وبما ان الناس قلال دابا في تيك توك دونك راه لو كو ديال البوبليسيتي فيه راه نازل. لا عندنا بزاف الناس كيقوموا مشكل باش يحلوا الحساب تما، ماشي ما كيقبلوش المغاربه. هو باش نكون معكم يعني انا واضح، انا التيك توك خدامين بيه بالشركه ديالنا في الامارات، هذه الطريقه باش كنعملوا، الا كانت شي طريقه اخرى اللي كيديروها الدراري اللي هي غير قانونيه يعني ما عندناش عليها حتى شي فكره. الناس واقيلا كي نعم ما كاينش شي فكره على بالي، وقيلا ما كاينش شي فكره غير قانونيه. واقيلا شحال من واحد سولنا كيقلب باقي ما بقاش شي فكره، باقي ما بقاش شي طريقه غير قانونيه. ممكن تكون طريق، ولكن كيف ما كتعرف السي ازار ما يمكنش نناقش هذا الشيء في اللايف وبقى لا 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 عندك الصح. الله يسمح عليك. قول لي دابا تقريبا واحد باش يطور البيزنس يمشي يمشي في السكين، ها خاص الوقت تقريبا باش نعم. يسكين البيزنس ديالو واحد الا بدا باش يوصل لنيفو عالي، باش خاص تقريبا ديال الوقت. إلا كان فاهم البروسيس كامل دو أ أ زد، فاهمه ملي كنقولو فاهمه يعني فاهمه مزيان، ماشي كيتعلم وكيتشكل. إلا كان فاهم البروسيس، باسكو أنا نقولك واحد الحاجة، ملي كنقول شحال خصو ديال الوقت، يعني بحال كندوي على إنسان يلاه بادي، إلا كان إنسان يلاه بادي راه خصو فغيمون الوقت، باسكو خصو يدوز من بزاف ديال لي زيتاب. نقدرو ندويو على واحد العام ديال الخدمة، العام وناس، يعني سا ديبون على الشخص، خاص تعرف ديال واحد يلاه كيبدا في الاول راه كيكون فغيمون كيكون غير كيتعلم عاد باش يقدر يوصل لذاك الهدف ديالو. سينو الواحد اللي كان ديجا عنده يعني فغيمون لقى اللي يعاونو لقى اللي يدعمو اللي يوريه كلشي، راه جو بونس كو واحد شهرين 3 شهور كافية، حتى 4 شهور باش تكون وصلتي لواحد الأرقام اللي هما جيدة. ولكن هادشي إلا لقى اللي يدعمو يكون اللي حداه، ما إلا كنتي بوحدك وغادي ستيب باي ستيب راه كندويو على واحد العام وناس عامين. وتقريبا دابا كنعرف دابا كتدخل في اي حاجه كتشرف، ما انا عارف القضيه كتدخل بزاف ديال المشاريع. اش كيبان لك الخساره والفشل؟ اش كيبان لك فيهم انت؟ حيت شحال من واحد كيبدا شي حاجه كيفشل فيها وما عطاتنيش كيقلب كيقلب على حاجه اخرى. اش كيقلب اش كيبان لك الشاب خسر الفلوس، دخلتي بروجي خسرتي فيه، جرب شي حاجه ما صدقاتش ليك؟ واش اش كاين شنو كيبان لك في هاد لافير هادي؟ الصراحه ملي حيت هنا ملي كندويو على كيفاش تسكيلي وكيفاش تكون واحد البيزنس وهادشي كامل، انت واحد النقطه مهمه، وملي كتكون ديجا انت متمكن من كاع الحوايج اللي هما تكنيك، انت واحد النقطه اللي هي ما دويناش على المايند سيت، يعني طريقه التفكير ديال الانسان. ولكن عندك اذا كان عندك تفكير ديال بيزنس مان، راه بيان سور راه غتكون كتقبل الخساره وكتقبل الربح. هنا كيكون المشكل بعض الاشخاص اللي كنلقاهم، انا دزت من بزاف ديال يعني ديال لي زيكسبيريونس سورتو في 2019 اللي دخلت بزاف لي زافير، نكون خسرت فيهم يعني فيه 100000 دولار، يكون واحد 3 ولا 4، ولقينا باللي لقيت باللي كاينين بعض الاشخاص اللي فريمون تشاركت معاهم وكنا دخلنا في شي حوايج، ومنين خسرنا منين خسرنا يعني ولاو كيجيو ما كيتقبلوش الخساره، ما كيتقبلوش الخساره، كيولي كاع كيمسعودين كيجي عندك كيطلبك يقول لك فلان سيل تو بلاي الا كان ممكن انت تقبل الخساره في المشروع كامل، وانا الا كان ممكن راني ما قادش على الخساره، غير عطيني فلوس، غير عطيني فلوس، هذا كان امتحان دوزته. لا لا قضية شوية، يعني لا قضية شوية، ترى الدرجه بس عرف بلي لا الانسان ما هذا عندوش المشكل مايند سيت ديال الدراري، البيزنس ولا هذه المشكله بزاف الدراري كيبان لي ما كيقبلش الخساره. دابا هو كيدخل البيزنس كيدخل الفيسبوك، اه صليت
والسعودي كيبان لي غير الربح، خصني الربح، كيبانش لي بانه بزاف كاين بزاف مشاكل وبزاف خسائر، غادي يخسر بزاف باش يربح، بيان سور ولا لا بيان خويا سور انا بيان سور خصك تخسر بزاف باش تنجح. بيان سور الحمد ويني لله. بس الا خسرت شي خساره الاولى ووقف شي وخاصه توقف شي صعيب عليك، بحال الاستسلام راه حرب هذيك، بحال الاستسلام شي صعيب، راه خاصك معركه الاولى معركه الثانيه في الاخر راه حرب، راه في الواحد الاخر داك خصو، الا قاومتي غتربح. الا خدينا واحد المثال اللي انا يعني كنشوفه كيبان لي مثال مزيان. الا خدينا باغ اكزومبل رئيس الحكومه الحالي عزيز اخ النوش، الا شفنا كيفاش كانوا الناس دايرين ديال المقاطعه في واحد العام، ولكن ماشي حبس ورجع للور، بالعكس بقى عنده طموح باش يولي رئيس حكومه. دار الا شفتوا يعني علاش كنعطي المثال بعزيز اخ النوش والتجمع الوطني للاحرار، حيت كنشوفوا كيفاش هذا واحد الحزب اللي استعمل الماركتينغ ديجيتال ياك، وكيفاش قدر يحقق انتصار بارابور الاحزاب ديجيتال. وتشوفوا كيفاش كانت عليه واحد الوقت المقاطعه، وكيفاش دار بزاف ديال المجهودات وما هبطش يديه، وبالعكس وعد المغاربه وقدر يقنعهم، سي بوغ سا نجح في الانتخابات، باللي غادي يقدر يعاون يزيد بالمغرب لقدام. يعني هنا كنشوفوا هذا واحد ليكزومبل ديال واحد السيد ناجح اللي هو اغنى رجل في المغرب، اغنى رجل اعمال في المغرب، اللي كيفاش المغرب كامل كان ضده وهادشي ما حبسوش، ما خلاش يرجع للور، بالعكس زاد خدم وزاد لقدام، والحمد لله اليوم قدر يكون رئيس الحكومة ديال البلاد ديالنا. وي الله يشاور على الخير، ونتمنى يكون خير ان شاء الله، ان شاء الله نتمنى ان شاء يكون الله خير، نتمنى نشوف الخير معاه. اكزاكتومون. نتمنى. لا حنا هذه مشكل كبير بالنسبه لي انا، يعني مش كيبان لي هذاك، باش المداومه هي اللي ما كايناش، معناتها بزاف كان بزاف ديال الكليون، بزاف الدراري كيجيو عندك يتقدا ولا كيضرب واحد المده كتقول لك حبس السيد، لا مشاكل مع الشركات اللي بغيتو، لا مشاكل مع فيسبوك ادس، لا حبس، ما كيوصل واحد المشكل الاول والمشكل الثاني كيحبس. وكان مثلا شي فرودي مثلا هو كيرجع روتور، ماشي كيحل المشكل مع الكليون ولا كيشدو كيقلب برودوي كان المشكل، لا كيجيبو ليه نيشان كيقول هاد البرودوي فين المشكل، ماشي شي كيقلب داك المشكل فين كاين كيحلو، كان شي كنقلب برودوي كنلقى مزيان كنلقى غير طريقة استعمال ما عرفوش كيفاش يستعملوها. اتسمح لي سي عذر، ملي كنا كندويو على على المايند سيت، كاين واحد السيد سميتو هنا وائل 2020 987، انا ملي كنا كندويو على المايند سيت وكندويو على طريقه التفكير، يعني السيد كيقول لك مغربي يعطيك شنو هذيك الكلوه ديال نتاعو، ما يعطيكش الميثود. يعني هاد الناس حنا كنطالبوا من الناس، انا كنطالب من الشباب ما يكونش يكونوا كيفكروا بحال وائل. وهادشي انا ماشي زعما كنقولوا الهضره يعني على وائل، بالعكس حنا كنتمنوا من وائل يبدل حتى هو طريقه التفكير ديالو ويفكر بالطريقه الصحيحه. راه ما كايناش في الميثود بالنسبه فيسبوك ادز، ما كايناش في الميثود ديال فيسبوك ادز، راه قلنا لكم خص يكون عندكم الباك اب، راه هذا هو الحل. الا كان الواحد ديما كيشوف اشياء سلبيه راه ما غاديش يقدر يزيد لقدام. لا خاص ديما الانسان يعوي راسو باش ينجح. دابا بالنسبه لي هنايا اللي بقيتي كتعول واحد يوريك ويمليك، كتبقى ديما كتكتك عليه، اون فوا شديت الخيط داك الخيط كمل فيه انت وبني راسك باش انت تنجح في طريقتك. حاجه ما صعيبه كتلقى خوت مختلفين، يمكن ندير كوبي كولي نفس الوصفه ديالك انت نطبقها ننجح، راه صعيب تبقى نمشي معاك نتفكر ناخذ افكار من عندك نطبق، ولكن ما دير لي كوبي كولي صعيبه شويه، كتبان لي مستحيل كاع، ما كتبان لي صعيب، حيت كل طريقه التفكير ديالو كل واحد كيفاش فكر، كيف واحد الباكاج عنده قديم كيفاش تزاد كيفاش قرا كيف عمل معاشر، هادو بزاف كيلعبوا باش الناس كيطور راسهم. حيت اكزاكتومون تقدر هناك تنزل كامله من اشهر زيد، ولكن هو يكون الدماغ ديالو العقليه ديالو هو مستعداش باش دير هذاك دير داك البيزنيس باش تنجح، راه ما غاديش تنجح، بقا تولي الطريق كامل من اشهر زيد، ولكن ما كانش هو مستعد راه صعيب ينجح، خاص هو يعاون في راسه ذاك الدافع كي يجي من عندك انت. هادشي هو علاش كندويو على العقلية وعلى البوزيتيف مايند سيت، و الواحد يكون عنده يحاول يبدل التفكير ديالو، حيت المشكل ديال بزاف ديال الشباب هو طريقة التفكير كتلقاها محدودة. ديما حنا المغاربة ديما كنشكو، ديما ما كنتيقوش، ديما كنقولوا لا راه السلاف مخبي شي حاجة، لا راه وقيلا باغ اكزومبل
لا راه وقيلا راه داير هاد اللايف مع هازر على قبل شي حاجه ولا زعما فهمتني شي صافي دورة شي شي دورة دوره ولا يعني حنا المغاربه ديما كنبقاو كنتنواو وهذا هو المشكل. واحد بالعكس خصو ياخذ المعلومه يحللها ويحاول يزيد بها القوه. يطورها، واهم حاجه شوف اهم حاجه يطورها ويعتمد على راسه، فهمتي؟ انا بزاف بدا من والو كتطور راسك، كتبقى تطور اون فوا كتفشل شي حاجه، المره الجايه كدير ما احسن منها، لانك انت دقتي الفشل ديالها وعرفتي فين تغلط، فكديرها المره الثانيه كديرها احسن من الاولى. اكزاكتومون اكزاكتومون اكزاكتومون. بالنسبه للدراري كيسولوني على الكيس ستادي غتكون قريبه ان شاء الله، قريبه نبارطاجي واحد الكيس ستادي، غير مازال ما جاش الوقت ديالها. كيفاش كيبان لك اخويا شي واحد البراند، البراند كوسميتيك ولا براند ديال التلفازه ولا براند ديال الصباط، كيفاش انسان ينجح ذاك البراند بهاد العوامل اللي عندنا حاليا؟ كيفاش لا باش يقدر ينجحها؟ حنا دابا كلشي كانت شي ما واحد الموجه ديال البراند، البراند البراند دابا طفات شويه، ولكن وقال الناس ما عرفوش كيفاش يستعملوا ذاك. شحال من واحد دار براند وكنعرفهم شخصيا وجاو عندي وباقي فيهم، باقي واحد فيهم ستوك وقفوا داك الشيء خلاوه. انا بالنسبه لي الطريقه باش تستعملوا باش تفكروا البراند وقيله طريقه غلطه، كيبان لها وقيله غيشد مثلا هاد الرضاعه، مثلا ايش هاد الرضاعه، ها هو البنت البنتي ايش هاد لا الرضاعه، خلاص عمر فيها الطلوي يدير فيها 600 صافي راه عندي براند. انا بالنسبه لي براند كبر من هكا، حيت بالنسبه لي بزاف الناس هذا هو البراند. دابا هنا المشكل فين كاين؟ دابا هذا هو الغلط اللي كيديروا الشباب، هو ان الواحد قبل ما كيتلاح لواحد الحاجه ما كيمشيش ياخذ فيها يعني واحد سوفيزامون دانفورماسيون ويدير راسو واحد الفورماسيون على البراند ديالو، حتى كيغلط. ولكن عاوتاني كتلقى عاوتاني هذا ماشي الغلط ديال بعض الشباب، كتلقاهم كيتبعوه بعض الناس اللي هما اصلا ما عارفينش شنو هي البراند، كيدعيوا على انهم عندهم براندات ولا انهم ناجحين في بعض البراندات، وكيقولوا لهم غتشدوا كيف ما قلتي انت يا غنشدوا هتشد هذا غتسمي فيه سميه وغدا غادي تبيعوا بواحد الثمن اللي هو كبير وغادي تربح فيه هتشد. البراند اول حاجه راه واحد الكلمه كبيره، راه كنديو على واحد ليدونتيتي فيزوال، كنديو على الفيزوال ايدنتيتي. الا عطينا اكزومبل ديال كوكاكولا، راه في ليدونتيتي فيزوال ديالها هو الغوج. راه دابا راه نقدروا حنا نديروا تصويره الاحمر ونقول لكم فاش كيفكركم هذا اللون كلشي غيمشي لكوكاكولا. يعني انت من الاول كتكون عارف فين باغي توصل. الا خدينا ليكزومبل ديال فيسبوك، كتشوف الزرق كتعرف فيسبوك، دونك انا كندوي على واحد ليدونتيتي فيزوال، دونك كتخدم على قبل باش توصل لواحد الهدف، ماشي كتخدم باش تشد برودوي ودير فيه اتيكات وتسمي سميه وتقول عندي براند. يعني راه قبل ما كتصور ما كتبغي دير لا مارك كتبغي تعرف شنو لوبجيكتيف ديالك، الواي بوركوا علاش درتي لا مارك، بور كي، لمن درتي لا مارك، شكون هما البيرسونا ديالك. كون اون بارل دو بيرسونا يعني كندوي على لا سيبل اكزاكت ديالك، خصك تقلب على كيفاش كتفكر لا سيبل، لا سيبل ديالك كيفاش كتفكر، لا سيبل ديالك واش مقسمه لبزاف الناس، كل نوع ديال الناس كيفاش كيفكر، شنو الهدف ديالك مع هاد الناس، شنو الفكره اللي بغيتي توصل لهم. دونك كدوي على بزاف ديال الحوايج عاد باش كنقدروا ندويو على اون مارك، ماشي غير واحد ليتيكات ولا على واحد على واحد البرودوي اللي كدير فيه سميه وكتقول عندي اون مارك. سي سيغ ما غاديش تخدم لك لا استراتيجي اذا درتي بحال هكا، سوف بالنسبه لي برودوي شينوا اللي ديجا كلشي فيهم موجود. واش فيسبوك بوحدو كافي باش تطلع، فيسبوك بوحدو كافي باش تطلع مارك، باش تطلع براند؟ هنا سا ديبون دو البراند اللي كنتحدثوا عليها، نوعيه ديال البراند اش من دومين، ولكن في الغالب الاحيان في لي براند فيسبوك بوحدو ما كيكفيش، يعني خص ضروري الواحد ما كيخدم بالماركتينغ دانفلونس اللي وقتها مزيان باش كتطلع في لا نوتوريتي ديال لا مارك ديالك، ماشي كديرو باش كتبيع، ما غاديش تبيع به ما باش كتطلع على النوتوريتي كتاخذ ديالك، المصداقية لا؟ باش تاخد شويه ماشي كتاخد شويه المصداقيه باش كتعرف المنتوج ديالك على الناس اتسيتيرا اتسيتيرا. بيان سور لو دوي على البراند و سا ديبون كيف ما قلت لك علاش من تيب ديال البراند، كاين خاصك ديما دير الناس لي تارجيتين، يعني اللي كيشوفك من رقصو ديما يبقى يشوفك، ممكن دير تارجيتين في الديسبلاي في جوجل ديسبلاي لاقاش كيولي الواحد فين ما دخل لاي سيت كتبعو، ممكن تستعمل بعض لي بلاتفورم اللي هما اختصاصيين في الري تارجيتين بحال لا بلاتفورم كريتيو اللي مشهوره كتعاونك باش دير تارجيتين في كاع لي بلاتفورم.
جو بونس ادغول حنا كناخدو كريتيريو، مي كاين حتى ادغول هو كيدير التارجيتين. الناس كيسولوا علاش من سي ار ام، كاين سي ار ام ديال سميتو ايزي سي او دي، سي ان بون سي ار ام تقدروا تخدموا فيه مزيان. تبارك الله تبارك الله، عندك ميت كاين اخويا. انا كاين شي مجال فارغ جاب تجربه وجا حتى بزاف، لان انا شخصيا كنعرفك كتخدم بزاف ديال الفورماسيون برا المغرب، يعني خاص على راسك. هو واحد الحاجه كيف ما كي حنا فين ما كتكون واحد المجمع ديال في هذا الدومين ديال الماركتينغ ديجيتال، فيكو سي لافونيغ و سي لو مومون بريزون، راه بيان سور فين ما كانت شي حاجه جديده كنحضروا ليها ونطلقوا مع الناس اللي واصلين فيها، وكن يعني اون اسي دو بارتاجي لي زيدي يعني، ونتعاونوا حتى كيكون واحد المثال الناس في برا لي زونغلي كيقولوا تشارين از كارين، يعني ملي كتبارطاجي مع الناس راه سي بيان، سي توجور بيان، وبلا ما تستنى شي حاجه اون غوتور. لو غوتور ممكن كيجي يعني الحمد لله بزاف ديال الناس يعني عاوناهم وكل شيء وبدا حتى شي روتور، مي كيكون كيجيو يعني بعض الحوايج اللي كيجيو من بعد ما كنكونوش متوقعينهم، سواء في الحياة اليومية سواء في دي بروجي شيء كبير عادي اكسيتيرا. شيء عادي. واش كيبان لك في البيزنس ديال لافريك حاليا، اللي هو اللي ولا الترند حاليا؟ واش كيبان لك تراند فين انت في النظره ديالك؟ هو ولا الترند حاليا عندك جوع تيك توك ولافريك؟ كان اللي مثل كان الخليج واحد قبل كورونا 2019، كان الخليج هو اللي طالع اها دابا، ولا لافريك؟ يعني باش نكون واضحين ياك نقولوا يعني سي نورمال، لافريك راه سي واحد لو مارشي اللي الي اونكور فيرج باقي خاوي، يعني بزاف د الحوايج فيه رخاص، دوين على بوبليسيتي راه رخيصه بزاف. علاش؟ كيف ما قلت لكم قبيله لي سورس دو ترافيك اللي كيكونوا في لايك سوشيال بلاتفورمز ديما كيخدموا بالفيديو، كيخدموا بالفيديو، دوكو تما الناس قلال اللي كتلقوا لا بوبليسيتي، دوكو كتقام عليكم لا بوبليسيتي رخيصه. اون بليس دو سا بالنسبه للطو دو ليفريزون كيكونوا ولا طو دو كونفيرماسيون كيكون احسن حيت ما كتكونش لا كونكورونس، دونك لافريك راه سي توجور بيان. دونك انا كنشجع حتى الناس اللي عندهم شويه راس المال وقدوا هذا راه يخدموا في راه يخدموا في لافريك، سواء يخدموا مع دي سيرفيس، الحمد لله راه كاينين الناس عندنا في المغرب اللي عندهم لي سيرفيس تقدروا تخدموا معاهم. وكيف ما الواحد اللي عنده راس المال يقدر يديبلاصا الا كان قاد عليه باش يخوض هذه المغامره، لقاش مغامره ماشي سهله. تبارك الله خويا انس، والله كانت لقاء جيد بزاف. اللي كان شي سؤال ولا جوج ما نسالي هذا اللقاء هذا، اللي كان تبارك الله فيه الخبره ديال 8 سنوات، 8 سنين قالك 8 سنين، تبارك الله وي 8 سنين 8 سنين من الناس اللي بداوا من القدماء المحاربين. 8 سنين كتقول راه الناس راه الشيء اللي دارك كان معجزه، كيف شكل كان داك الشيء بشكل كان كنت كان طاري شي شي طاري شي طاري شي حاجه وقعت لك لاصقه لك في بالك اخويا انس من في البدايات ديالك؟ كان صعيب تذكر صحيح ياك دماغ عمر. دماغ عمر. لا اللي كان اللي كان عقل عليه هو الصراحه كنا كنخدموا بزاف، كنا كنخدموا نقول لك 14 ساعه في النهار فريمون، كنا كنخدموا اوي كنا كنخدموا صراحه كنا كنخدموا بزاف داك الساعه يعني. بوحدو كلام عليك كيف ديك الساعه في البدايه ديال ليكيب كنا كنخدموا بزاف، كنا كنسهروا في الليل وكنفيقوا في صباح بكري باش نقدروا نفهموا بزاف الحوايج ونقدروا نقادوا الامور ديالنا في واحد الوقت اللي هو قصير باش كلشي يولي اوتوماتيزي. والله حقك اخويا انس، والله نهار كبير هذا وشرفتينا والله القسم. الله يبارك فيك، والله نهار كبير بيك والله، ما نهار زين. نتمنى شي سؤال باش ننهي هذا اللقاء اللي بصراحه ما سخيناش بيك. والله مرحبا مرحبا على والله السؤال. شي سؤال يخليكم انا دابا نخليكم مع انس هو اللي يجاوبكم، شي سؤال يكون بعقله ومدخن. سولوه هو غيجاوبكم حاليا باش ننهيو هذه الليله هذه ان شاء الله. لي وسمح لنا بزاف اخويا انس، سمح لنا بزاف بالعكس والله نهار كبير هذا، والله سمح لنا، راه ما كيبانش بزاف، انا ما كيبغيش يبان غير ده بوجهي وصافي. نهار كبير الصراحة درت بوجه
سي هازار، ونهار كبير هذا نكونوا معاك هنايا. الله يكثر فيك، الله يكثر فيك، الله يكثر فيك، الله يكثر فيك، كنا معطلين في البيرو خصنا نمشيو نشوفوا وليداتنا، نشوفوا الله الدنيا يخليهم بيض. لك. امين. كيفاش كيف كيف قال لك اما كيف كيفاش المارسيل ديالو باش يتقبل ارقام كبار، اراهم كيف نتقبلوهم احنا ماشي مشكل، اراهم نتقبلوهم. اراهم ماشي بفرجك مشكل. اخويا. شوف باش نجاوبوا على هذا السؤال، راه المايند سيت ديالك تقبل ارقام كبار، راه خصك توصل لارقام كبار والمايند سيت ديالك غادي تقبله. ما كون هذا الشيء، هذه القضيه كون مرتاح منها. الناس عند كلها غسك ماشي غير شي طيحه دقه واحده، ماشي لاعب قمر باش مشي يطيحوا نهار بسرعه تجي الاول، بشويه. يعني غير كانت دقه دقه، نهار الاول وصل 100 درهم، 100 درهم، نهار الثاني 1000 درهم، غيبقى غير الطموح ديالك كيكبر، غتبقى تقول لا 1000 درهم قليله، خصني نطلع نربح مليون، تجي تقول لا قليله مليون، خصني نربح 10، لا 10 قبيله، غادي وانت كتطمح دماغك يولي هو كيبغي يكسب، اكزاكتومون. كنغير بحال انت ماشي طمع، بحال قلت كدي اهداف ديالك البروجي كيكبر والاهداف ديالك كتكبر كثر، هنا بحال قلت كدي راسك. كاين واحد سؤال اخر، قال لك شوبيفاي ولا اور ويكان. كيف ما قلت لكم السر كيكون في الكونتوني، الكونتنت، سواء كنتي بشوبيفاي سواء بيوكان، اتس ذا سيم، كلشي على الكونتوني اللي تكون درتي. راه شكون كل اللي احسن عندك اخويا، انا السؤال من زوج قبيله، شكون اللي يعمل كسي بزاف، واش يركب في كوبي رايتي ولا يركب في الفيديو باش يجيب مبيعات اكثر، بجوج ياك بجوجهم، انا نقول وانت شنو علاش، انا نقول لك علاش. انت ملي غنكمل لك الكيستيون، انت من الناس الاولين اللي داروا عندي بيش، انا الساعه كاش كيبان لي انت هو من الناس الاوائل اللي داروها في المغرب، وي انت من الناس الاوائل اللي في طول عندي بيش اللي كان قلال بزاف، كنت مكونسونطر على كتشوفها كيبان داك الشيء تبارك الله، هذاك الشيء حاليا ما كايناش بداك الوقت تقريبا راه شحال هذه، وحاليا داك النيفو عندك هار، هنا باش نجاوبك على السؤال اللي قبل ونرجعوا لهذا السؤال. ملي كندوي على الفيديو، على شنو الفرق بين الفيديو والكونتوني ديال لاندين بيج، الفيديو هو اللي كيخلي بعدا يجيب لك ترافيك، هو اللي كياتيري لك لاتونسيون ديال اليوزر باش يدخل عندك لاندين بيج. يعني خص ديما خص يكون الفيديو مزيان باش بواحد البيوتجي اكس يدخلوا عندك بزاف لا نومبر ديال الناس يدخلوا لاندين بيج ديالك. ملي كيدخلوا لاندين بيج بيان سور كيف ما قلتي، لاندين بيج خص تكون كونسونتري، خصك تكون كتاتيغي لاتونسيون. ملي اون فوا كتدخل لاندين بيج هنا، الفو توجور اتيغي لاتونسيون في الاول باش الناس يقدروا يسكروليو ويقراو يكملوا باش يقراو الكونتوني ديالك. وخاص ما بين ايتاب و ايتاب تكون واحد لا فراز اتراكتيف اللي تخلي الناس يكملوا القرايه باش تقدر تزيد تقنع الناس. كيفاش خدمنا في الافريق، كيفاش خدمنا في الافريق، دونك الدراري اللي كيسولوا كيفاش خدموا في لافريكا، راه كاينين دي سيرفيس معروفين تقدروا تخدموا معاهم وتقلبوا على دي برودوي يلقى سيقلب غيلقى، اكزاكتومون. الناس اللي كيسولوا على التغلب على المنافسه في الخليج، الخليج صراحه ما فيش منافسه بزاف. كيف ما قلت لكم، الا خدمتوا على الكونتوني ديالكم ودرتوا دي لاندين بيج مزيانين وفيديو مزيان، راه الخليج ما فيهش ما فيهش ما فيش منافسة بزاف في الخليج، لا حيت كيقولوا كاين منافسة هادشي، ولكن شي مرة كيقولوا الدراري كاين منافسة تما، ولكن بالتجربة انت تقول لي احسن، مثال ديال السعودية ما فيهاش منافسة كثيرة. ياه عاوي وتما لافونتاج هو ممكن يعني تجبد بزاف ديال لي برودوي جداد من تشاينا وتصيفطهم للسعودية، أو لا تصيفطهم للإمارات وتصيفط وان باي وان. وحتى السؤال قال لك راس المال باش تبدا في الخليج، شحال تقريبا شي راس مال معقول باش تبدا في الخليج، انا كيبان لي الخليج خصك مينيموم باش تبدا، مينيموم 5000 دولار بالنسبه ليا، سماء العينين. نهار كبير هذا، دابا يلاه كنت باغي نحبس هذا اللايف ساعه، منين تيجي غنزيدو واحد ساعتين اخرى. يا سماء العينين خصو شي وينين بروداكت، نعطيوك وينين بروداكت سماء العينين. الله نطلع نهار معانا كبير معينا هذا، بلاش، نطلع معانا معينا بلاش، لا راه خصنا نخرجوا، خصنا نمشيو. يلا حي صافي حي البركة، حي سي أنس.
الله يجزاك بركة ياك، نهار كبير خدي هذا. بركة ياك. نهار كامل خدام شتيرك بالصراحة، راه نص صباح جا خدام. كنشكرك بزاف اخويا انس، وكنقول لك نهار كبير هذا والله، تشرفتينا. ونتمنى مرة أخرى إن شاء الله تطلع معنا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. نهار كبير هذا. تبارك الله عليكم، تهلا في راسك أخويا، وتشاو تهلا في راسك أخويا. الله يحفظك. تبارك الله عليك. كنشكر بزاف خويا أنس اللي كان معانا في هذا اللايف، اللي كان شابع معلومات، كان في واحد الجريه بعد 8 سنين بالناس الاوائل في الايكوميرس ذكرناه. وبالناس انا بصراحه كنعرفو عن قرب، انسان كيقلب وكيبحث وكيغامر ما كيتهورش. نتمناو الدراري يستافدوا من الخبره ديالو، سي تبارك الله راه كاين، والله يسخر الجميع. نتمنى تكون اللايف لاقي المستوى اللي كتبغيو، وان شاء الله نسيفي ضروري. نتمناو نتلاقاو عما قريب ان شاء الله مع شي واحد تبارك الله باش بدا تا هو، ويوريكم كيفاش تيطاب كيفاش بدا، وتحاول تاسبيراو ماشي غير نوريكم كيفاش ديرو، اسبيراو وكل واحد يجتهد ويقلب راسو. راه الخير موجود الحمد لله، الخير ديما كاين، حنا خصنا نقلبوا عليه ونلقاوه ان شاء الله باذن الله. تهلاو في راسكم، امسيه سعيده وبون ويكاند. تهلاو.